على الإلكتروني charlierentacarlb.com. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ألانس غايب عيسى السيكفوري وجوزيف كريم. العناوين: مجلس الأمن يتطرق الاثنين إلى الأوضاع في لبنان. فيلتمان يعتبر أن سمعة حزب الله تآكلت ويصف الحراك بأنه لبناني بحت. السلطات الإيرانية تعتقل 4800 متظاهر. 500 جندي أمريكي في سوريا قد يتم سحبهم في الأيام المقبلة. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. شهر وأسبوع عمر الثورة، لم تتعب بل كانت أمس في عزها، عيدت الاستقلال 76، صار له معنى اليوم، رفعت القبضة التي أحرقت من جديد، هي متأهبة في كل وقت، صارت رقما صعبا في المعادلة الداخلية. ولكن على رغم الحشود الكبيرة من بيروت إلى الجنوب والشمال، لم يحرك المسؤولون ساكنا، لم يشعروا في عيدهم الصغير أنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة الناس، فاختبأوا في وزارة الدفاع لمشاهدة العرض العسكري. حالة من الجمود تسود المشهد السياسي، لا جديد على صعيد الحكومة، وتقاذف كرة المسؤولية هو السائد. لكن البلاد في هذه الأثناء ليست في نزهة، إنها تنهار اقتصاديا أكثر فأكثر، وهناك خشية من تحول الوضع إلى ساحة إقليمية ودولية لصراع المصالح. يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة خاصة بلبنان لمناقشة التقرير بتطبيق القرار 1701، وسيتطرق أعضاء مجلس الأمن إلى الأوضاع الراهنة في لبنان. السفير الأمريكي السابق لدى لبنان جيفري فيلتمان اعتبر أن سمعة حزب الله تآكلت في خلال التظاهرات، ورأى عبر صحيفة الشرق الأوسط أن تغلغل الحزب في المؤسسات السياسية اللبنانية أدى إلى فقدانه شرعيته السابقة في الشارع اللبناني، لافتا إلى أن محاولة الحزب التشكيك بالمتظاهرين ونياتهم قوضت السمعة التي عمل عليها لسنوات طويلة. ووصف فيلتمان التظاهرات بالملهمة، معتبرا أنها مختلفة عن تظاهرات 14 آذار 2005 التي تم تسييسها، لأن أسباب التظاهرات الحالية إنسانية ومعيشية بحتة، ومن هنا تنبع قوتها. ودعا فيلتمان الإدارة الأمريكية إلى الإفراج عن المساعدات العسكرية للقوى الأمنية اللبنانية، لأن تجميدها يخدم حزب الله والمصالح الروسية والإيرانية في لبنان. أضاف أن الولايات المتحدة تستطيع أن تساعد لبنان لإنهاضه من أزمته الاقتصادية، مؤكدا أن التحرك الجاري على الأرض لبناني بحت ولا يجب أن يأخذه أحد من يد اللبنانيين، وقال إن الشعب اللبناني ذكي وهو يستمع ويجمع المعلومات بحذر، حسب تأكيد فيلتمان. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل الحكومة، ورد قاسم في مقابلة مع وكالة رويترز على كلام فيلتمان قائلا إن الشعب اللبناني اختار مجلسا نيابيا يمثله، والحكومة يتم اختيارها وإعطاؤها الثقة من خلال قرار المجلس النيابي، ولا يوجد طريق آخر لإنجاز هذا الأمر. عندما يتحدث فيلتمان عن لبنان كمكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية، فهذا يعني أنه يريد حصته من إدارة لبنان، وعندما يهدد
اللبنانيين بالاختيار بين الطريق المؤدي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل، فهو يفسح بالمجال أمام الخيارات التي تريدها أمريكا كحل للإنقاذ، وهذا أمر مخالف تماما لحقوق الشعب اللبناني. المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أمريكا. روسيا أملت في نجاح مساعي الحريري لتشكيل حكومة قادرة على إيجاد حلول فعالة، وجاء ذلك في لقاء جمع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال جورج شعبان في موسكو. وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أكد أن إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله، معتبرا أن ذلك أدى إلى شلل في البلد. محليا حذر النائب نعمة فرام في حديث إلى برنامج اليوم السابع من صوت لبنان من الوضع الاقتصادي السيء الذي سيوصل البلد إلى حافة الانهيار. إذا ما قدر ضخ سيولي رح يصير في استهلاك أقل، استيراد أقل. المهم نكون أذكياء أنه التجار مثلا تجمع هالمبالغ العملات الصعبة وتستورد الأهم. الليرة مهددة؟ اليوم عمليا سعر الصرف عند الصيرفي واضح أنه تغير عن السعر الحالي. الوزير السابق أشرف ريفي دعا عبر برنامج عينه إلى حكومة أخصائيين تلبي طموحات الناس. مشروع حزب الله الحياة يعني لا سياديا مقبولة ولا نزاهة مقبولة نهائيا ولا نراهن عليها هي كيف حكي فساد. إذا نحن على السلطة القادمة بعد الثورة إذا أراد حياة سلطة نزهاء، سلطة وطنيين، سلطة مستقلين مبدئيا، هي بتكافح الفساد لأنه بالنهاية بالقضاء عندنا نخبة من القضاة إنما ما عندهم غطاء سياسي مستقل أو مجرد أو موضوعي لمكافحة الفساد. وأكبر دليل ما نراه بهالمرحلة هاي هو عراضة لمراسل الضغوطات على أخصام. الوزير السابق زياد بارود شدد عبر إذاعتنا أيضا على أهمية إبعاد لبنان عن سياسة المحاور وطالب بالإسراع في التأليف. ويلي أصبح ملح جدا أن تتشكل، وبعتقد أصبح واضح للجميع أنه من بعد 17-10 تشكيل الحكومة يخضع لآليات تختلف عن الآليات اللي بنعرفها من سنوات. ما في شك أنه هذه الحكومة إذا تشكلت من بعد تكليف رئيسة، من بعد استشارات نيابية ملزمة وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة، ستخضع طبعا لثقة مجلس النواب، ولكن عليها أن تخضع أيضا لثقة مؤسسة شبه دستورية أصبحت هي الشارع. المحامي عادل نصار وفي حديث لصوت لبنان أيضا طالب السلطة السياسية بالإسراع في عملية التأليف تفاديا لانهيار البلد، وشدد على أهمية عمل المؤسسات وحي الثورة الشعبية التي عبرت عن وجع الناس. في أحزاب متمسكة بالسلطة، بعد في أحزاب من الأساس كانت بالمعارضة وكانت عم تنادي تيكون في حركة شعبية، وكان رهانها انه الناس تنتفض، لانه اعتبر الحزب هيدا انه التغيير من الداخل منه ممكن من داخل كل منظومة يعني، ورفض التسوية. الف حكومة حيادية ما تكون خاضعة للتجاذبات والحسابات السياسية، وبعدين في انتخابات مبكرة بتكون ترجع وتجو لانه الناس جت انتخبتكم واسم كبير من بركي رح يرجع واسم مش رح يرجع. وبالتالي هيدي الدورة الديمقراطية الطبيعية جدا، ما لازم تنعيش وكأنه تحدي. بعد الفاصل جمعية تجار بيروت ومشكلة التحويلات إلى الخارج. ما هي أسباب الجمود السياسي الحاصل؟ ومتى يتحدد موعد استشارات التكليف؟ الجواب في كواليس الأحد مع الدكتور توفيق الهندي 9:30 صباحاً، أعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. طلبت جمعية تجار بيروت المصارف بإصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وإعطاء التفسير الوافي فيما يتعلق بمستقبل الودائع والحسابات المالية لديها، كما دعت الجسم القضائي إلى اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسددة لدى المصارف والمرفوعة أمامها.
نقابة مربي الأبقار حذرت من ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية ومشتقاتها، وقالت إن هذا القطاع يتجه نحو الانهيار التام. في طرابلس اليوم تظاهرات أمام محلات الصيرفة ودعوات إلى عدم فتح الإدارات العامة. تقرير روعة الرفاعي. في 22 تشرين الثاني شارك الثوار في إحياء ذكرى الاستقلال بمسيرة حاشدة، فنجحوا في لفت الأنظار إليهم مما دفعهم للتعبير عن رأيهم حول أي استقلال يريدون. هم يريدونه استقلالا عن كل السلطة السياسية الفاسدة. نشوة الانتصار بالأمس ترجمها الثوار اليوم خلال قيامهم بإقفال محلات الصرافة في منطقة التل بسبب التلاعب بأسعار الدولار والذي وصل حتى 2000 ليرة بالأمس، كما وخلال إقفال شركة كهرباء قديشة في منطقة الميناء، حيث اعترض المدير على الإقفال الدائم والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على التيار الكهربائي مما قد يزيد من ساعات الانقطاع. الثوار أكدوا أن الأمر لا يعنيهم، ولطالما عاشوا على ضوء الشموع والدولة لم تحرك ساكنا. الثوار في الميناء نصبوا خيمة عند ساحة الشراع لمتابعة شؤون وشجون الثورة، أما في ساحة النور فلا تزال حركة الطلاب هي الناشطة صباحا، وهم يؤكدون على أن الثورة مكملة حتى تحقيق المطالب. أنا طالب مهني وأنا مني عم دوم بالمهنية تاعيتي، وماني حطلع دوم بالمهنية تاعيتي طول ما الوضع هيك. نحن الطلاب نحن عصب الثورة، نحن بنهار 17 من الثورة وقت كانت الثورة عم تموت، الطلاب هي نزلت على الشارع وهي رجعت شعلت الثورة من أول وجديد. نحن ما حنرجع نطلع من الشارع، لأنه إذا طلعنا من الشارع الثورة حتفرط خلص. كرمال التنين نحن إن شاء الله تحركاتنا حتكون كتير قوية، حنحاول قد ما فينا نسكر كل شيء خاصه بالمهنيات والمدارس والجامعات وغيره من المؤسسات الرسمية والخاصة، وحيكون لنا شغل كتير قوي كرمال الثورة تاعتنا ما تفرط. وصباحا تم إقفال عدد كبير من المدارس التي فتحت أبوابها، كما وإقفال مصلحة مياه طرابلس بهدف شل الحركة، إضافة إلى تظاهرات انطلقت في شوارع المدينة. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس أن نقابة غير معنية بأي تحركات ميدانية يتم التداول بها، موضحا أن كل مواقفها أو مواقفها وتحركاتها تعلنها جهارة وبموجب بيانات رسمية تصدر عنها وموقعة منها. حررت قوى الأمن الداخلي مخطوفا سوريا كانت قد خطفته عصابة محترفة مطالبة بفدية مالية، إلا أن شعبة المعلومات أوقفت في عملية نوعية 5 من أفراد هذه العصابة من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية. كشف الإعلام الإيراني أن النظام يعتقل 4800 متظاهر في 18 محافظة. مسؤولون إيرانيون ذكروا أن الجيش والحرس الثوري ساعدا الشرطة في إخماد اضطرابات عنيفة في إقليم كرمانشاه قبل أيام، واتهموا عملاء أمريكيين بالاندساس وسط المحتجين المسلحين. وذكرت منظمة العفو الدولية أن 30 شخصا على الأقل قتلوا في الإقليم الواقع غرب البلاد، ما يجعله الأكثر تضررا من الاحتجاجات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران. حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من أن التهاون مع إيران سيشجعها على شن المزيد من الهجمات في المستقبل، وأشار إلى أن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على أرامكو، وقال سنأخذ وقتنا لنتأكد من الحادثة وسنطلب من الأمم المتحدة إرسال خبراء لهذه الغاية. سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية. وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه قد يتم سحب نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا خلال الأيام المقبلة. يبحث البرلمان الأوروبي الخميس المقبل انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. طلبت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان. نبقى الآن مع الأحوال الجوية. الجو غدا مشمس، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. إذن مجلس الأمن يتطرق الاثنين إلى الأوضاع في لبنان.
فيلتمان يعتبر أن سمعة حزب الله تآكلت ويصف الحراك بأنه لبناني بحت. السلطات الإيرانية تعتقل 4800 متظاهر. 500 جندي أمريكي في سوريا قد يتم سحبهم في الأيام المقبلة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.